بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض شرح برنامج سكتش أب برو 2019. أنا شرحت لكم في الدرس السابق إزاي إن إحنا نحط الخانات، ولو عايزين تطلعوا على جميع الدروس أنا بحط لكم لينك القناة أسفل الفيديو في الوصف، بتدوسوا عليه وبيدخلكم على القناة، أو بتدوسوا على اسم القناة من أسفل الفيديو بيدخلكم على القناة وبتشوفوا جميع الدروس والبرامج اللي أنا شرحتها قبل كده. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. النهارده ان شاء الله هتكلم عن ازاي ان انا اعمل باك جراوند لمبنى زي ما احنا شايفين كده، والباك جراوند دي اللي انا بحطها هتكون سما. يعني انا عشان اخد لقطات بتبقى دايما الباك جراوند بتاعتنا السما. طب ازاي انا احط السما دي عشان تظهر لي اللقطه اللي انا باخدها بطريقه كويسه؟ عندي حاجه هنا اسمها ستايل زي ما احنا شايفين كده. طب انا بجيبها منين لو هي مش موجوده هنا؟ بروح عند ويندو وديفولت تراي وبختار ستايلز، هنا بعمل جنبها صح، بفتحها من السهم، يعني هي بتبقى مقفوله كده، انا بفتح السهم بتاعها بالشكل ده. باجي هنا عند الموديل بختار حاجه اسمها ديفولت ستايلز، وبعدين بدوس على اديت وبختار ووتر مارك سيتنجز. يبقى انا بختار هنا ووتر مارك سيتنجز وبدوس عليها، ونخلي عندي هنا ديسبلاي ووتر ماركس عليها صح زي ما هي موجوده عندي هنا كده. وبعدين هدوس على الزائد اللي موجوده دي اهي، واختار السماء اللي انا عايزه احطها، اي صوره بجيبها من على جوجل للسماء وبحطها، او اي صوره انت عايزها، وبقول له اوبن، حطها لي زي ما احنا شايفين كده، وظهر لي النافذه دي. انا مش هختار اوفرلاي، هختار باك جراوند، لان انا بحط باك جراوند، واقول له نيكست، واخلي دي زي ما هي ايمج البليند بتاعتها تبقى لحد ايمج كده، ما بغيرش فيها حاجه، وبقول له نيكست، وبختار اول واحده ستريتش تو فيت ذا سكرين، وبشيل اهم حاجه اللوك اسبيكت راتيو من عليها الصح اللي هي هنا دي عشان تبقى واخده لي الشاشه كلها، واقول له فينش. نيجي نشوف مع بعض اهي، ادي السما كويس، خدت لي المساحه كلها. لو عايز اعمل اي لقطه باجي مثلا هنا كده، وعندي حاجه هنا اسمها سين اهي، انا عايز اعمل لقطه هنا، ادوس على اد سين وسيف از ا نيو ستايل، واقول له كرييت سي. يبقى انا خدت اللقطه دي. عايز اخد لقطه ثانيه زي ما احنا شايفين فين، بلف مثلا كده اهو، واخد لقطه ثانيه نفس الكلام، اد سين بيديني اللقطه دي، بحيث ان انا عندي السما حواليا بالشكل ده. لو دوست على سين 1 اهي، ده سين 1، سين 2 اهي، يبقى انا عرفت كده احط السقف. ده بالنسبة للتصميم الخارجي. هنيجي للتصميم الداخلي. لو انا عندي شبابيك ازاز وعايزة اظهر السماء من بره، عندي هنا ده تصميم داخلي وانا عايزة اظهر السماء خلف الازاز ده، بعمل نفس الخطوات، بروح عند ستايل ومسلكت بختار ديفولت ستايل زي ما انا قلتلكم، وبعدين ايديت، وبعدين ووتر مارك سيتنجز، وبعدين اد ووتر مارك، وبختار السكاي واقول له اوبن، باك جراوند، وبعدين نيكست نيكست، واشيل اللوك من هنا واقول له فينش. ظهرت لي ورا بالشكل ده. طيب انا عندي ده لو فرضنا ان هو ازاز، هعمل طريقه تانية لعمل السكاي انها تظهر تعمل ريفليكشن عليه. ممكن عن طريق الماتيريال هنا، واحنا اتعلمنا الماتيريال وازاي نختارها المره اللي فاتت، بختار جلاس اند ميرور وبختار جلاس سكاي ريفليكشن، واجي اعمل كده. ممكن ان انا اغير في المسافه بتاعتها زي ما انا عايز عشان اظبطها. احنا عندنا طريقتين، طبعا الطريقه اللي هي الاولانيه افضل بكتير. الطريقه دي لو انا احتجت مثلا انها تظهر لي في التصميم الخارجي بتبقى ظاهرة أحسن. كده أنا خلصت الدرس بتاعنا النهاردة،
يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. انتظروني في الدروس القادمة، استودعكم الله عز وجل.